وليني بنين ديال بصح. انا لا انا كنبغي غير القيطات. واو درتو حلو. السلام عليكم، كي دايرين؟ نهار جديد الحمد لله. غادي يكونوا فيه حويجات زوينين مختلفين، غادي نبدلوا الجو، غيكون فيه محتوى مختلف لان بزاف البنات كي فدوه بغينا نخرجوا ماشي ديما الدار الدار الدار. اليوم غادي نشارك معكم خريجه ومن بعد نمشيو عند العائله. المهم جو بارطاجي معكم واحد الجزء من فدوه اللي عمرني شاركته، ولكن بما ان لقيت الناس مهتمين به فمرحبا. دونك تبقاو معايا نشوفوا دي بلان زوينين برا، غادي نمشيو نشوفوا العائله. مهم حويجات زويني زويني بزاف، فبقاو معايا نبداو على بركة الله. اول بلاصه مشينا للمول، عندي واحد المشكل مؤخرا فما كنبغي نتقدى شي حوايج، كنمشي كندور المول كامل، كندور لي ماغازان كاملين وكنرجع بلا حتى شي حاجه. ما عرفتش راكم بحالي ولا لا، كنلقى حويجات اللي هما سامبل ولكن كنلقى الثمن ديالهم كيجيني انا مقارنه مع داكشي اللي كنقيس واللي كنشوف واللي كنشوف حتى برا في لي صور دو هكا كيجيني زايد بزاف. بصراحه هذا مشكل، يعني في المغرب ما كنلقاش داكشي اللي حنا باغين بالثمن اللي كيكون مناسب. واش حوايج تاوما تزاد فيهم؟ حتى انا بيني وبين الحوايج موده كنخلي اختي الصغيره كتلقى لي صور تما كتاخذ لينا وغادين. مي مؤخرا فاش تسدوا الحدود وهكا ما بقاتش عندنا بوسيبيتي ديال نديروا هاد القضيه، فعانينا شويه صراحه من ناحيه الحوايج. الان فينيكس وخليت لي واحد الساعه زوينه، غادي نشارك معكم فاش نوصل، بقاو معايا. غادي نكملوا الجوله ونشوفوا الحوايجات اللي كاينين في السوق، هنا غنوريكم لي بري ديال كل حاجه. وللاسف كالعاده ما لقيت والو، لقيت شي سيكان اليوم زوينين. مؤخرا ما عرفتش مالي مع السيكان الصغيورين اللي فيهم الدوغي، ولكن ما خديتهمش غير كيعجبوني مي ما زعماش انني نديرهم ونهزهم. لقيت واحد الغوب اللي عجبتني سامبل حتى قال لي راسي، ولكن في جيت شوف الثمن ديالها صراحه جاني بزاف عليها. المهم انا في الحوايج عندي هذا المشكل ديال كنقارن الثمن مع الحاجه اللي قدامي، حيت من كنكون كنتقدى كنتقدى فتره لي سولد ديال برا، حيت فريمون برا تيديروا السولد ديال بصح. حنا في المغرب ما عرفش السولد ديالهم كي داير، السولد كتلقى ناقص لك 10 دراهم 12 درهم. بالنسبه لي 10 دراهم ولا 12 درهم راه ماشي سولد، يعني فاش كتمشي لبرا تتلقى سولد ديال بصح، خصك تكون حاضر في الوقت ديالو وتعرف تعزل. هذا ما كان، دونك هذه هي الجوله في المول، نخليكم تشوفوا الباقي ونتلاقاو ان شاء الله. جينا البلاصه ديال لي جوي على اساس ناخذ له شي لعبه هكايا، لقينا حويجات زوينين،
كاين داكشي ديال الانستالاسيون لي سيركوي، المهم داكشي زوين للوليدات. غادي نهزو له شي حاجه وغنمشيو. المهم راه ايوب اللي كيتقدى دابا كيحماق على الالعاب. علينا على سلامتنا، دونك خدينا داكشي اللي خصو يتخاف. دابا نيشان عند الحاجه والحاج، يلا غي وصلنا للدار قال لي والو نحل لي كادو من الاولين. المهم غنحيد لكم الصوت بعد اللقطات لان كان كيهضر بابا وماما وكلشي وما بغيتش نحطهم هكايا راكم عارفين. المهم حل داكشي الحمد لله عجبوه، خديت له شي حويجات اللي غينفعوه كثر ما هما العاب. خديت له هكا اون مونطخ اللي فيها الوقت اللي فيها لا تمشى شحال تحسب لي باش هكا يعرف هادشي كيفاش يتعامل معاه. خديت له واحد اللعبه اللي فيها ان سيركوي الكتريك باش يجمعها ويشوف لي كومبوزون الى اخره. وخدينا له كذلك لي بوزل هكا باش نجمعو اونصوب نخدموهم، واخا راه ما قاصوهمش قصناهم غير حنايا غنلعبو فيهم غير حنا. وخديت له كارطابل هكا من يبغي يسافر يدير فيهم حويجات اللي هما صغار حيت كارطابل غير صغيره. صراحه الحمد لله عجبو داكشي، نشطنا الجو كان زوين، اللهم لك الحمد. الخبيزات جايين من فران ديال الخشب، ياك ماما فران ديال الخشب. داكشي نعاود لكم البنه والماشي، نهار غنديكم معايا العروبيه ونوريكم الخبز وداكشي كيفاش داير. هادو اتاي ماما كتوجدو، غسلات لك النعناع وغسلات لك الشيبه زعما الله يعطيها الصحه. ماما كتحدد دابا كتعطي الحديد الصينيه ديال ماما حكيمه. كنوجه لك تحيه اختي، شكرا بزاف. هذه الصينيه ديال ماما. المهم انا غادي نخليها تحط الطبله وغنوريكم كيفاش حط الطبله. على ايدك زيدي زيدي زيدي. صورت لكم كذلك بعض اللقطات من نهار الحد اللي هو اليوم ان شاء الله، كيفاش كيدو الصباح الغداء الى اخره، والجو هكا مع محمد وعمر. انا من بعد غادي نرسم انا ومحمد هكا الفريكونس ديالنا طلع ونزيل ديال الصوت. نخليكم بعد لقطه سبونطاني تصورت هكاك. محمد شوف السين ما هضرناش دابا، ممكن حتى شي صوت انت اللي كترسم، خصني نهضر تم هانتا. ملي نقول طيط غادي يكون نفس الفريكونس، يعني غادي نفس لومبليتود هكا نفس الحاجه، حتى نزيد الصوت عاد تكبر لومبليتود ديال تي او تي تي. هابطه هابطه فاش درتها صغيوره. علينا الفطور، غادي نمشي للجرده المهمه الاساسيه ديالي هو انني نحيد الحامض ونرقدو. كنعرف نرقدو كيجي بنين، كنشارك معكم قبل ولكن اليوم غنشارك معكم واحد الحيله قال لي بابا. قبل ما نحيد الحامض من الشجره خصني نسقيه ونخليه هكا واحد نص ساعه، ومن بعد غادي نحيد الحامض. الحامضه كتجبديها عامره بالماء. بالنسبه لهاد الحامضه راه بلديه ريحه ديالها كتحمق. غادي نحاول نغسل الحامض غير من الغبره وداكشي، راه ما فيه حتى شي مواد كيميائيه. غنغسلها بشويه ديال الملحه ومن بعد نوريكم الطريقه ديال الترقاد. نقسمها من الفوق ومن التحت، خاص ضروري الفوق تكون في جهه والتحت تكون في الجهه المعاكسه. غادي نقطعهم كاملين بهذه الطريقه. و
ومن بعد كندخل اليوم الملحه من جوج الجوانب. القرعه اللي غادي تخدمي باش هكا تخبي فيها الحامض خاصها تكون كتسد مزيان ومغسوله ومعقمه، والحامض خاصك تبقاي دكي قاش الفراغ باين، واكيد خاصك تحتفظي بيه في واحد البلاصه اللي ما يكونش فيها الضوء قبل المده ديال شهرين، ومن بعد كتخدمي الحامض مصير كيجي بنين بزاف وخالي من المواد الحافظه. وكي قلت لكم انا اللي غنلعب فيه انا واختي الكبيره ومحمد مره كيجي يدير لنا شويه الازعاج، غادي نلعبوا شويه ومن بعد غادي نمشيو نتغداو. اليوم غنمشيو نتغداو في سيد العيدي اللي جا في النواحي ديال مدينه سطات. بالنسبه للناس اللي كيسولوا الاصول ديالي منين، انا سطاتيه خلقت فيها، ونصحكم الا جيتوا سطات سيروا سيد العيدي، راه فيها واحد الشواء بنين بزاف. وبهكا سال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. خليتكم في امان الله.